اوكي يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في مطبخ بلدنا، واليوم يوم السهلات. حيل اليوم سهلات، طبعا اليوم قاعد بنسوي شيء سهل. اليوم بنسوي شوربه اللبن والخضار. اوكي، بس نتاكد شوربه اللبن والخضار. حلو، شيء سهل وبسيط وحتى ما في بهارات وايد، يعني يدوب في يمكن كمون. زين، الانجريدينتس كلها والمكونات كلها راح تنزل لكم على الشاشه، واحنا نبلش شغلنا السهل البسيط. اول شيء زيت زيتون، نتفه الزبده ما ننزلها الحين، نبي بس زيتنا يصير حار. شوربه اللبن يعني مكونين اساسيين فيها خضروات مشكله، زين، واللبن خلينا نقول الحليب ومشتقاته. اللبن لبن عيران نستخدمه، الكوكن كريم كريمة الطبخ، وعندنا اللبنة، شوية لبنة الطازجة مالت بلدنا. وأمورنا تصير طيبة. نبلش بالبصل على طول، نحمس. ودنا هالمرة تاخذ وقت هالحمسة، كرمل شوي. طبعا ممكن نكرملها بالماء خصوصا لما نسوي الحشو، بس احنا مو قاعد نسوي الحشو، احنا نبي نكهه زيت الزيتون. ابغى احط الثوم، شويه ثوم، نحمس الثوم عندنا. اوكي، على طول خضرواتنا كلها ننزلها، نقلبها. لاحظتوا ما حطيت بهارات لحدتي، بهاراتي خفيفه جدا، كون ان في بطاط وخضره، البطاط والخضره تحب الكمون. بنزل ملح شويه، تعتمد اعتمادك على الخضره وعلى مشتقات الحليب. الحين بنحط بيزل مجفف، ريحان وايد مهم بالاكله هذه، احس ان فيها اعشاب. هني بحط زياده بعد، ايوه كفايه. بس حطيت الريحان المجفف مهم، او النعناع المجفف، دائما الشيء المجفف يكون النكهه فيه اقوى، تنس اكثر. يبين الحين، انا وايد يهمني اللون يطلع كل شيء حلو. نحتاج فلفل اسود، لا عندي فلفل ابيض، اسف، والاسود نفس الشيء، بس الفلفل الابيض كون ان احنا قاعد نسوي شوربه لبن ما يبي اللون يتغير وايد، وشويه كمون مو وايد يمشي مع الخضار. ما ابي احط وايد هم بعد، ما ابي اخرب لونها، ابيها تصير بيضه لقد ما نقدر. بس نحمس حمستنا، الحين يبقى لنا ننزل الماء. ما حطيت ماء وايد، انا بس ابي لان عندي ليكويد راح احط الروب، راح احط لبن عيران، كل النكهات اللي بحطها، اللبنه هذا كله راح يكون موجود فيها. خليها تقلب قلبه، نرجع ونسكر الطبق بمشتقات العلبان اللي بنحطها فيها من منتجات بلدنا، والامور ان شاء الله طيبه. الروايح قاعد تطلع، ريحه الاروما اشم، زين، الخضروات النكهات بخشمي كلها حلو. الحين الخطوه الجايه بكل بساطه ننزل الروب. انا دائما احب اخلي كميه، حتى لو حط كميه اخليها برا حق، لان مرات تحط الكميه نمشيها ندش. انا ما احب احط الثيكنينج ايجنت، ما احب احط نشا ما نشا، اخليها تاخذ راحتها وتاخذ وقتها. زين، ما احتاج اني اضربها بخلاط ولا شيء، اللون واضح، حتى لو صار فيه شويه كريدل مني ومنك مو مشكله. بحط اللبنه، النكهات هذه كلها، هم بخلي شويه كريمه،
انا ذايق شوربه اللبن بتركيا وايد طيبه. واخيرا وليس اخرا لبن ايران تقريبا بحطه كله نزله كله خفيفه 100%. خليها تاخذ وقتها. شوفوها بعدين عندي شويه نعناع فريش نقط على طول. وممكن نستخدم الجاف، بس انا حطيت جاف البيزل ابيه يكون اقوى والنعناع يصير النكهه الثانيه اللي عقب. احنا كذي خليها تقلب، نرجع على التقديم على طول ونوريكم شلون تقديمنا. الامور طيبه. اروما الحين احس باللبن من ساعه شميناها واللبن تو حاطينه، حطينا لبن ايران، حطينا كريمه، حطينا لبنه وحطينا رز. وشوفوا لونها شلون صار عقب ما خبطت شوي السائل الماي اللي شرب زياده زين. واللي يبيها ثقيله لا يحط ماي، واللي يبي فيها نكهه ممكن يحط مثل ماي الدياي ويدخل معاها دياي، بس احنا حبينا نسويها خفيفه ظريفه زين. الحين الامور جاهزه، نبي نغرفها ونحطها بالصحن. سخنت كل شيء، نجيبها مني، نطفي نارنا. حلو. وبالليل سحور خفيف، ها الوانها وايد حلوه ناعمه. الحين شنو بنقرنشها عاد؟ انا اقول لكم جدا بسيطه، راح ناخذ خبز الرقاق اوكي اللي استخدمناه بكذا. ناخذ شويه زيت زيتون ننزله على الخبز الرقاق اوكي. ناخذ زعتر. ليش زعتر انا اخترت؟ الزعتر يحب الخبز هذا واحد، اثنين يحب اللبن، يحب اللبنه، يحب منتجات الالبان ككل. نخلطها كذي اوكي. ايش ناخذ ما يمنع شويه كمون هم بعد. هذا الحين قاعد اصب ماك وليمون زيست. كل هذا بالخبز انا حطيته الحين يعطيني الوان، يعطيني قرنش. شنو راح اسوي؟ على الطرف حطه كذي فوق على الطرف بكل بساطه. ماكو شيء يعطينا منظر حلو، يعطينا تأهيل ان استخدمنا مكون خليجي 100%. امورنا طيبه. ابي ازود شويه زيت الليمون عشان الصفار بس من برا يطلع شكلها حلو كذي، يعطينا هم نكهه طيبه هم يمشي معها. شوية زيت يا رب وقع عندي. ايوه نتفة زيت بس. ولا voilà.